السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يومية بدون جلوتين سونغليتا. مرحبا بالمتابعين الجدد، مرحبا بالجميع اللي دخل صدفة واللي دخل متعمد، مرحبا بالجميع. المهم نشارك معكم هاد البيغلز، ما عرفتش شنو المهم هادو سميتهم، ما عرفتش شنو يتقال بالعربي، المهم خبز، ولكن هما معروفين في الانجليز. وهكا كاين هنايا عندنا محل في هولندا، راني شاركته معاكم، كنقلب من قبيله على الصوره حيت شاركت معاكم الفيديو فاش مشيت فطرت فيه، كيدير حتى بدون جلوتين ولكن ما لقيتهاش للاسف. ولكن راه كاين فيديو ديالهم بيجلز اند بينز اللي بغاه يرجع لي او غنديروا لكم في صندوق الوصف. المهم هاد الخبز خرج جديد دابا عاد دارو الشهر، كان معروف غير بهذاك هذيك المطعم ديال الفطور، ما تلقايش فيه شي خبز اخر من غير هذا غير واحد ستروب كنت هضر لكم عليه واحد المره واستعملته في الخبز التركي. هو نورمال، ها هو كما كتشوفوا هو نورمال كيكون ديال التمر او ديال البعويد والتفاح، او شي مره خليط ما بين هادو بثلاثه، شي مره غير ديال التفاح شي مره ديالهم ثلاثه. ولكن هذا اول مره غادي نجربو تاعنا معكم، هذا ديال الصيف، فيه الفواكه الصيفيه، فيه التوت فيه الفريز فيه شحال من حاجه. المهم نوع ثاني وغادي نقول لكم ان شاء الله كيفاش، انا ما شريتوش جانا هديه، المهم غنقول لكم ان شاء الله نشارك معكم. المهم قلت لكم هادو اول مره انا شريتهم، كنت كناكلهم غير عند هذاك المحل مره، ودابا هادو عطاهم لي الهديه ديال شهر. الهديه حتى هي اللي تركت معكم هذيك الكرتونه اللي جاتني هديه من شهر. هنايا كما كتشوفوا جوج مرات شاركت معكم جوج فطورات باش غير من كاس القهوه تعرفوا. مره درتهم كيفاش كيسخنوا حيت هما مازال ولا بتخصهم يتسخنوا مازال، مره درتهم في البانيني ومره درتهم في الفران ومره درتهم في الميكرو اوند المغنيترون. المهم تقريبا بحال، ولكن جاني اللي كناكل عندهم في المحل جاني احسن، ما عرفتش علاش. هو هذاك المحل كاين في هولندا، معروف في هولندا، وكاين بعض المحلات في بلجيكا اللي كيديروا بدون جلوتين جابوا هذا، بقى ما دقتوش عندهم. ان شاء الله نشارك معكم الفيديو. المهم قلت الا لقيتوه في السوق حيت ولا كيتباع جديد عند شهر، الا لقيتوه في السوق باش ماشي زعما تبقاو تردو، حيت كيجيني بزاف الاسئله، شي واحد كيلقى شي منتوج كيقول لي واش اختي نعيمه مجرباه، واش هادي. اذا قلت فكره مزيانه نتشارك معكم هادشي، حتى هو واخا هما كبار تبارك الله، راه فيهم 100 غرام 100 وشي حاجه في الوحده، المهم الكرتونه فيها 400 غرام. هما كيديروا 5 اورو اربعه الحبات كاينين في هاد الكرتونه، هكا الساندويش الفطور ديال الشهر. ما كايناش كنظن بقى ما كايناش شي منتوج اخر ما عدا هادوك اللي كيعطيو لهذاك المحل، ما عرفتش منين واش تو عشار ولا لا. المهم مذاق مغاير. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله وتكونوا استفدتوا، ولا لقيتوهم كيتباعوا ولا المهم كنتوما اللي هنا الناس اللي هنايا يشريوهم علاش لا. كاينين البيضين نقصت البلاصه ديال بشوفه تقرميشه ديال البسطيله تبارك الله. دابا فيديو هاد الصور اللي غيجيو ديال الوصفات، بعض الوصفات غنعاود نكمل معكم اي فيديو الا كان قصير هكا بوصفات باش تاخذوا فكره على الشهيوات اللي كاينين في القناه باش تجربوهم ان شاء الله موجود الخير. غير بغيتكم باش تاخذوا فكره. قلت لكم الناس اللي كيبغيو يشريوهم ولا كيتلاقاو مع شي منتوج كيسولوني، اذا لي مالا نديرو فيديو بحال هكا، واللي بغاهم كيكون عنوان يقلب عليهم. دائما حنا خاصنا شي حاجه كنقلبوا في يوتيوب او في المهم كنلقاو.
باش الأجوبة على الأسئلة ديالنا هو موجود الخيط، تاكوس، المعسلات، الكيك، الخبز مسمن تاع المقلى، المسمن عامر، البطبط عامر، المسمن ديال الفران موجود. الخير في القناة. المهم مرة مرة إن شاء الله غندير معكم بحال هكا في آخر الفيديو بعض الوصفات من القناة وفرجة ممتعة. إلا مازال عندكم شي سؤال أو تساؤل تعليق خليه لي تحت الفيديو إن شاء الله. ما ننساش إن شاء الله باش نخلي لكم رابط هذاك المحل اللي قلت لكم سولتهم، قلت لهم واش عندكم شي معك، حيت عندهم هما غير نوع واحد ديال بدون جلوتين، أما اللي بالجلوتين عندهم أشكال وألوان. ولكن سمعت في بلاصة أخرى هنا في بلجيكا عندهم ثلاثة الأنواع، فاش تختاري من هذاك بيجلز اللي هضرت لكم عليهم في أول فيديو. إذا إن شاء الله موجود الخير والسنة والجديد والجديد، وإلا بغيتو تعرفوا شوفوا القديم حتى هو راه موجود الخير تبارك الله. كل وصفة فيها شحال من نوع، راه تقريبا 640 مخبوزات، شي 45 وصفة. اذا موجود الخير، اقتصاديين غير اقتصاديين، اي نوع بغيتو. ومازال الخير ان شاء الله موجود. اذا ما تنسوناش من تشجيعاتكم تعليقاتكم وشاركوا القناة مع الناس اللي عندهم هذه الحساسية وباغين معلومات. اذا مرحبا بالجميع لتعم الفائدة ان شاء الله، والله يشافينا جميعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm. Thank you.